الأهلي هيبدأ يستعد لاستئناف مسابقاته المحلية طبعاً زي ما احنا عارفينه. وكمان منتخب مصر بعد أكيد تأهله رسمياً لأمم إفريقيا هيخوض ودية اليوم أمام جنوب السودان. هنتكلم في كل التفاصيل دي وغيرها. خلينا بس نرحب في البداية مع كابتن أحمد سلامة مهاجم منتخب مصر السابق. بونجور كابتن أحمد. بونجور زي حضرتك. أهلاً أهلاً. في غيبة كده حصلت بس أنا عارفة ليه. أوكي. كنت مسافر. أكيد طبعاً. الحمد لله يمكن الفترة اللي فاتت مبروك الأول للأهلي طبعاً. مبروك علينا يعني فوز مستحق حقيقي. طبعاً طبعاً. وبطولة نتيجة لتعب ومجهود وتخطيط بشكل جيد من إدارة النادي ومن اللاعبين والجهاز الفني. أنا بشكر كل الناس اللي أساعدتنا يعني سواء لعيبة أو جهاز فني أو مجلس إدارة بقيادة كابتن محمود الخطيب طبعا. والفترة يمكن اللي إداها أو القرار اللي خده كابتن الخطيب بإراحة بعض اللعيبة في الموسم اللي فات مع مستر سوارش طبعا جنت ثمارها ببطولة احنا حصلنا عليها بطولة إفريقيا. والحمد لله يمكن كمان 2 سوبر كمان وواحد كاس مصر. فأنا شايف أنه نتيجة إراحة اللاعبين الموسم اللي فات إدانا الفترة دي أنه اللعيبة فايقة، اللعيبة راجعة فريش، اللعيبة عندها شغف كده للعوده للانتصارات وحصد الالقاب يعني. فبقول مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه. حلو جدا. هنتكلم شويه او هبدا سؤالي بتجربتك طبعا مع نادي العروبه بسلطنه عمان، وفي نفس الوقت برضو ليه؟ لان انا عايزه اقارن الكره الاسيويه بالكره الافريقيه وايه الاختلافات. طبعا انت كنت موجوده ايام برضو ما كنت لاعب، لكن خلينا برضو من وجهه نظرك كلاعب وكده دلوقتي في التدريب، ايه الفارق؟ والله يعني اكيد الكره الافريقيه بتختلف نوعا ما عن الكره الاسيويه. الكره الاسيويه سريعه شويه وفيها تطور باستمرار. احنا عندنا الكره بتعتمد على ذكاء اللاعبين هنا بشكل اكبر وعلى النواحي البدنيه القوه والتنافسيه اكتر. انا شايف انه طبعا النادي او الكره في افريقيا يعني او سواء او تحديدا في مصر شايف ان هي اعلى نوعا ما، ولكن هناك الكره بتتطور سريعا. يعني انا شايف ان هم بادئين حتى على مستوى المنتخب الكره بتتطور، المنتخب العماني بيتطور بشكل كبير. يمكن انا كنت معاهم الفتره دي او الفتره اللي فاتت كنت موجود معاهم في نادي العروبه العماني في الجهاز الفني، كنت مدرب عام لنادي العروبه. الحمد لله كانت تجربه جيده جدا بالنسبه لي، حققنا فيها نقاط كبيره جدا جدا على المستوى الشخصي والمستوى العام في النادي وفي الفريق. يعني نادي العروبه نادي كبير جدا، يمكن مجموعه الناس المسؤوله عن النادي او الناس اداره النادي على قدر عالي جدا جدا من الوعي ومن الخبرات الكبيره، عندهم حس فني قبل ما يكونوا اداريين. يعني بيعرفوا يقيموا المدربين، يقيموا اللعيبه، عندهم وعي بشكل كبير، بيطوروا باستمرار، عندهم خطط قويه جدا، بيتطلعوا دايما للاحدث وللجديد في العالم. يعني بياخدوا بعض او بياخدوا بعض الطرق كده لنحو التطوير بشكل كبير، وده واضح جدا على المنتخب العماني. المنتخب العماني كان من فتره كان بعيد جدا، دلوقتي بقى بينافس بشكل جيد يعني. ففتره يمكن الاحداث السياسيه برضو كان بعيد لبعض او عدم الاستقرار شويه يمكن. بالظبط. لكن هو حاليا الامور جيده جدا، وال يعني كان موسم بالنسبه لي جيد. انا يمكن رحت لهم في شهر يناير، كان قبل كده الفريق شغال السيزون الاول او الفتره الاولانيه اللي هو الدور الاول، ما كانوش جمعوا بناط كتير، لكن قدرنا الحمد لله ان احنا نجمع يمكن 3.5 البناط اللي احنا جمعناه اللي هم جمعوها في الدور الاول. كويس. يعني الحمد لله قدرنا نقدم اضافات كويسه على المستوى البدني والفني والخططي والمعنوي والنفسي. الحمد لله يعني قدرنا نشتغل على كل الجوانب والامور كانت كويسه الحمد لله. طب لو هقول لك التدريب خارج مصر ولا داخل مصر اصعب؟ لا يعني انت بره بتاخد راحتك اكتر يعني. انا هنا في مصر انت طول الوقت تحت ضغط يعني. بالظبط. الناس هنا بيحطوك طول الوقت تحت ضغط، انت كمان هناك تحت ضغط كمان يعني، لكن تحت ضغط باريحيه يعني. انت قادر يعني مش واصل لك كل الاحداث، انت مش متعايش في الشوارع وسط الناس او بيوصل لك كلام مثلا ردود الافعال. بالظبط. ردود الافعال
هناك انت بتحافظ على نفسك اكتر، بتشتغل بس، بتقفل على نفسك. هنا الموضوع بالنسبه لنا بيبقى صعب شويه في حته ان انت ماشي في الشارع طول الوقت بتسمع كلام، ردود فعل جماهير، ردود فعل ناس. ومشكله ان احنا عندنا قراراتنا بتبقى عاطفيه شويه، يعني بالزبط. تلاقي ماتش حلو يبقى الدنيا حلوه، ماتش وحش لا غيروه ومشوه. بالظبط. فده يعني ده بينعكس عليك، يعني انت كمان بتحس ان انت طول الوقت تحت بالظبط تحت برشر يعني. فلكن هناك الامور بتبقى افضل شويه، هم كمان بيهيئوا لك الاجواء ان انت يعني تتعايش بشكل افضل وتقدم كل اللي عندك بشكل افضل يعني. بص بقى يا كابتن، احنا معانا يعني ملفات مختلفه، هروح معاك بدايه بالمنتخب. المنتخب احنا شفنا المباراه طبعا لجماعتنا بغينيا، واحنا بنتفرج كنا شويه يمكن مش كلنا راضي عن الاداء، وكلنا شايف ان الفوز كان ممكن يكون اسرع من كده. البعض التاني قال لك لا الدنيا كويسه جدا، واحنا فزنا بالتوقيت السليم وحصلت على النقاط اللي انت عايزها وبقيت اول المجموعه، وكده كده عندك نص المنتخب يعني من اللعيبه بتاعت النادي الاهلي فهي اوريدي راجعه تعبانه شويه. والبعض اخذ ده على فيتوريا بالمناسبه وقال لك كان المفروض ما يلعبش كل لعيبه النادي الاهلي، يعني قيل يعني ما قيل في هذا الموضوع. لكن انت كان تقييمك للمباراه ازاي بعد ما شفتها؟ في نفس الوقت كان هل كنت شايف ان خلينا نقول السكواد اللي اختاره فيتوريا كده كان مناسب جدا؟ والله انا شايف انه يعني طبعا مبروك لمنتخبنا الوطني طبعا تاهله رسميا، واحنا بتكلم انه النادي الاهلي لاعبيه يعني بيمتازوا بروح عاليه جدا وبانضباط تكتيكي بشكل جيد، ولازم يستفاد منهم المدير الفني لمنتخبنا. يعني مش سهل جدا ان انت يبقى عندك لاعبين بقيمه لاعبي النادي الاهلي جايين منتشين من بطوله كويسه واخدين بطوله كبيره، كمان لازم يستفاد من الحاله المعنويه والنفسيه اللي موجوده عندهم عايزين يقدموا، ولكن ده كمان بيكون ليه جانب اخر هو الجانب البدني والاسترس اللي كانوا عليه طول الوقت في البطوله او في المباراه. كمان المباراه دي كمان تحديدا ليها طابع خاص، انه السنه اللي فاتت كان برضو قصاد الوداد وخسرنا مباراه كانت كان ليها اسبابها، لكن بنقول انه انت بترد في على ارضهم وسط جمهورهم وبتاخد بطوله غاليه عليك جدا وبتحقق البطوله ال 11 بالنسبه لك او النجمه ال 11 وبتوسع الفارق ما بينك وما بين المنافسين اقرب منافسينك. فالحاله المعنويه اللي عليها اللعيبه دي لازم يستفاد منها مستر فيتوريا، هو استفاد منها بشكل جيد، ولكن الجانب البدني والعامل الذهني والعصبي كان مؤثر شويه على بعض اللعيبه، لكن الحمد لله ان احنا طلعنا من المباراه بشكل جيد بنتيجه كويسه. الاداء ما كانش الافضل زي ما حضرتك قلتي، لكن انا شايف ان هو خد اللي هو محتاجه، يعني المباريات اللي زي دي بتبقى انت محتاج منها النتائج اكتر من الاداء يعني. هيقابلك منافسات اكبر في البطوله نفسها، بطوله امم افريقيا في كوتيفوار، هيقابلك منافسات اكبر لازم تتحضر لها بشكل جيد طبعًا. ولازم تستعد بشكل اكبر يعني. لكن انا شايف ان هو خد اللي هو محتاجه، لعيبه الاهلي ادت بشكل جيد نوعا ما، يعني قلنا زي ما قلنا بانه راجعين من ضغوطات كبيره طبعًا. جدا، فهو المستر فيتوريا حط اللعيبه، حب اثر السلامه شويه في حته ان هو يبدا باللعيبه اللي هو لو ما لعبوش والنتيجه كانت سلبيه كان كل الناس يقول لك طب فين ما اعرفش مين، طب فين ما اعرفش مين، فاهمه؟ فهو بدا يحط اللعيبه اللي هو يطمن لها او الراي العام المصري كالبدايه يعني بالظبط ان هم يبداوا، بعد كده بيحصل التبديلات. هو كده كده المفروض في وديه جنوب السودان ان شاء الله عندنا سته، يعني النهارده باذن الله تبقى مباراه قويه، بس عندنا سته مش موجودين منهم الشناوي ومصطفى محمد مرموش حمدي فتحي وحمدي فتحي، يعني اسماء طبعا كبيره، اسماء مهمه، اسماء فعاله في المنتخب، لكن اعتقد ان هو يديهم راحه في الفتره دي او في هذه الوديه، ربما هو بيبني كمان على اللي جاي، هو محتاج الفول باور بتاع كل اللعيبه في الفتره اللي جايه، فحاسس ان هو عنده شويه ارهاق او غيره، بتهيألي صح جدا ان هو يتم يعني زي ما بتقال كده يعني اعطائه راحه هذه المباراه. بالظبط هو ده، هو يعني الراجل خد في المباراه الرسميه اللي هيتحاسب عليها قوي، خد فيها السكواد كامل. بالظبط السكواد كامل، وبعد كده في مباراه زي دي يقدر يشوف فيها بعض العناصر الجديده ويطمن على اللعيبه اللي موجوده. لا ويحقق برضو لو هو عنده يعني عنده خطه معينه وعنده تكتيك معين يقدر ينفذ في مباراه بسيطه وسهله زي دي. فانا شايف ان هو حاليا لا الامور تمام، يعني هو ماشي بخطى كويسه مستر فيتوريا يعني. طيب انا هتكلم بقى عن النادي الاهلي شويه وهرجع تاني لملف المنتخب، بس الاهلي عندي منهم اللعيبه
اللي بتلعب مع المنتخب، اللي هتقفل المفروض ملف افريقيا وهتقوم راجع بعد كده على طول للنادي الاهلي محليا وحرس الحدود، والمباراه تقريبا يوم الخميس. فانت عندك اوريدي ضغط وتركيز وتشتيت شويه في الاهداف، بس في الاول وفي الاخر ده عاده النادي الاهلي، مش نقعد نقول يعني حاجه صعبه، هي حاجه صعبه بس هو ده الوضع اللي احنا عليه بقالنا سنوات طويله جدا. هو ده النادي الاهلي، مش هو ده الوضع، هو ده النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي بيحقق انجازاته وبطولاته من خلال ده. ازاي ممكن يكون بقى كولر بيفكر، ازاي ممكن كولر يبدا استعداداته بفكره هنا ان هو يقفل مع اللعيبه الدوليه ملف افريقيا ويبدا التركيز كله يبقى على الدوري والماتش القادم والفول باور لكل اللعيبه. معادله برده مش سهله، ومش اي مدير فني بيعرف يعملها، ان هو يوازن كمان مع الشق النفسي بدنيا وذهنيا ونفسيا. بالظبط، هو يعني مستر كولر يعتبر هو مميز في النقطه دي. انا شايف ان هو بيقدر يدي كل بطوله او كل مباراه حقها بشكل جيد جدا، وبيقدر يفصل ما بين البطولات، وبيقدر يهيئ اللعيبه نفسيا وذهنيا لكل بطوله ولكل مباراه. ده ميزه عنده كويسه جدا، لذلك تلاقي اللعيبه كلها عندها حاله من الفريش، حاله من الانتعاشه كده طول الوقت، طول الوقت تلاقي اللعيبه في افضل حالتها. فده شغل مدرب شاطر، بيعرف يتعامل مع اللعيبه بشكل جيد، وبيعرف يتعامل مع المباريات والظروف بشكل جيد، وبيعرف يطور وبيعرف يطور بالظبط الكره من الاداء دي حقيقة. بيعرف يعني التطوير اللي باين على كل لاعب من اللاعبين اللي موجودين نتيجه بدنيا. في الاول اللعيب بيكون واقف على حيله زي ما بيقولوا باللغه، يعني بلغه الكوره، واقف على حيله، واقف على رجليه كويس بدنيا، فبيقدر يشتغل فنيا وخططيا وبكون حاضر ذهنيا. فانا شايف ان هو مستر كولر بيعرف يعمل ده بشكل جيد جدا يعني، والاستاف اللي معاه، وطبعا كابتن سامي اكيد له دور كبير جدا جدا برضه في دعم الراجل بشكل كويس، ومساندته وتوضيح الامور دي بشكل جيد. وكابتن سامي طبعا يعني اخ كبير ليا، فانا بعتز بيه جدا وبحبه جدا، وعارف دوره انه ليه دور كبير مع الفريق بشكل كبير، وبقول له مبروك. فانا شايف انه لا، الراجل بيشتغل بشكل جيد جدا، عارف هو بيعمل ايه، مش شغال عشوائي. النادي الاهلي كمان لعيبته لعيبه مختلفه جدا، بتعرف تتعامل مع الظروف دي حتى لو مش بشكل يعني كتكليفات او توجيهات من المدير الفني، لا، اللعيبه نفسها عندها مسؤوليه كبيره جدا. صحيح. بتعرف تتعامل مع الظروف دي بشكل كويس، عندها من الخبرات كمان يعني سواء المحليه او القاريه او العالميه، يعني اللي يشفع لها او اللي يديها الحافز ان هم يطوروا ويفصلوا ما بين كل مباراه ومباراه او كل بطوله وبطوله. انا شايف ان هم هيأدوا بشكل جيد جدا. هم صفحه خدوها طبعا او طووها الفتره اللي فاتت، خدوا اجازه بعد الحصول على البطوله الافريقيه. يعني هم خدوا اجازه كويسه جدا، يقدروا يرجعوا منها بشكل جيد. هيقابلوا طبعا نادي حرس الحدود، ده بيتي طبعا ونادي اتمنى طبعا للفريقين ان هم يأدوا اداء كبير نستمتع بيه كجمهور. النادي الاهلي عنده طبعا الامكانيات وعنده القدرات البشريه والفنيه عنده لعيبه، عنده امكانيات كبيره جدا جدا. ومباراه بالنسبه له قصاد حرس الحدود اللي بيعاني بشكل كبير جدا جدا هذا الموسم، وبينافس وبصارع يعني الهبوط الفتره دي صعبه علينا جدا، ان احنا برضو نادي الحرس نادي كبير واخد بطولات كبيره، واخد 2 كاس مصر وواحد كاس سوبر، وفي جيل كبير لكل الانديه. كان يعني فتره 2007 و2008 و2009 و2010 كان من افضل اجيال لكل الانديه المصريه، يعني هو حتى على مستوى المنتخب كنا خدنا 3 امم افريقيا ورا بعض، كان جيل قوي جدا للنادي الاهلي والنادي الزمالك. هل حرس الحدود بيعتبر من الانديه الجماهيريه ولا لا؟ لا لا لا، هو مش نادي جماهيري للاسف. لا لا، هو طبعا المؤسسه العسكريه لينا ناس بتحبنا، لكن مش جماهير. انا عارف انه تبع المؤسسه العسكريه، بس انا بتكلم هل ممكن يبقى ليه برضو جماهيريه الى حد ليه ناس يعني مثلا اسكندرانيه شويه بيحبونا. ناس طبعا ممكن يكونوا مثلا يعني بيحبوا افراد جوه النادي، زي ما كان قبل كده المقاولين زمان، كان لما كان المقاولين كان عامل برضو فتره كان برضو كان ليه برضو متابعين، مش صحيح. مشجعين يعني رسميين او ناس متابعه بشكل مباشر، لكن بنحب نادي شكله حلو بيقدم كره كويسه،
كورته متطوره يعني عنده لعيبه كويسه بيبقى احيانا بيحسن من يعني الرانكينجز بتاعته في فترات ما وبتشوف منه فعلا كوره حلوه حلو حل الانديه مختلفه. ويمكن ملف بقى الانديه الجماهيريه وانديه الشركات وانديه القطاعات دي عايزه حلقه ثانيه. عايزه حلقات كثيره طبعا. الدوري اشبه بالدوري الشركات حاليا يعني للاسف يعني يمكن الاهلي والزمالك وبعض الانديه زي الاسماعيلي والاتحاد المصري وبعد كده الانديه الباقيه رايحه جايه يعني الانديه الثانيه رايحه جايه وبيطلع بتلاقي صعود من الدوري الممتاز به وحاجات زي كده بالظبط. وبنلاقي طول الوقت كل اللي بيطالع طالع انديه برضو يعني معظمهم انديه شركات او مؤسسات. فانا شايف ان يعني ان شاء الله يعني يبقى في دعم للانديه الجماهيريه لان الكوره في مصر بدون جمهور صعبه جدا الجمهور عامل اساسي ورئيسي لانجاح اي بطوله ونجاح اي لعبه رياضيه يعني. بص هو فاضل وقت قليل جدا فانا هستغل الوقت ده اسالك بعض الاسئله اللي ليها علاقه باسماء بقى او اختيارات. تمام. مع كولر زي ما احنا كنا بنتكلم في تحسن وفي تطور يعني ملحوظ في الكره نفسها وفي نفس الوقت لبعض اللعيبه. مين اكتر لعيبه قول مثلا اسماء ثلاثه خمسه زي ما تحب طبعا بس ما تقوليش ال 11 هو فعلا 11 ويمكن ال 18 كمان اكترهم يعني لكن اكيد في ناس مميزين. مين اللي بالظبط الاكتر اللعيبه اللي انت شايف مع كولر فعلا ادائهم في تطور واخدوا او اكتسبوا ثقه الجماهير كمان بشكل كبير؟ هو في ناس قديمه يعني مستواها من قبل كولر كويس واستمرت وفي ناس كانت استقرار. بعيده ورجعت يعني بيرسي تاو ده كان بعيد ورجع حسين الشحات كان بعيد ورجع كهربا بدا ينور بشكل كويس وبدا يبقى يرجع ويفوق برضو عندك محمد عبد المنعم محمد هاني بدا يبقى محمد عبد المنعم قصه نجاح بجد يعني بالزبط. هو ابن النادي الاهلي وبعد كده راح اعارتين وبعد رجع تاني يعني كان بدايه من 2012 تقريبا كده راح اعارتين سموحه وفيوتشر وكده رجع لك هنا 2022 ورجع مشروع لاعب نجم رائع كبير. يعني نجم كبير هو الولد عنده امكانيات عاليه جدا عنده سرعه غير طبيعيه عنده توقع عنده يعني لعيب مدافع متكامل وكمان بصبغه مهاجمين هدافين يعني بيعرف يطلع في وقت مناسب او وقت يعني في توقيتات كده مهمه جدا بيقدر يخطف لك زي الجول الاخير اللي جابه في الوداد اللي حصلنا بيه البطوله. لا كان يعني التحرك مهاجم مش تحرك مدافع خالص وتحويل الكره بالراس بالشكل ده ولف لا يعني ما يفهمش الحركه اللي حصلت دي او التحركات او الخطوات اللي حصلت دي غير حد مهاجم عارف يعني ايه حد بيخطف على القريبه وبيعرف يوجه بشكل كويس وفي كوره زي ما بيقولوا في مقتل يعني كوره بعيده جدا على اي حارس يقدر وفيها السرعه وفيها التاتش يعني لو اداها قوه اكتر من كده كانت هتبعد ولو اداها اقل من كده كانت مش هتوصل بالشكل ده يعني الدقه والتوجيه والخطوات اللي خدها مع كروس اكتر من رائع من علي معلول مع يعني فرحه كبيره للجماهير المصريه فرحنا بعلي معلول كمان بالظبط وعلي يعني معلول لانه كمان بعد الفرحه دي كانت هستيريه وكان هو مبسوط جدا لانه كان حاسس انه المباراه اللي كانت هنا كان في خطا بسيط الواقعه اللي حصلت بالظبط يعني والحاجات اللي هي البسيطه بالظبط والحاجات اللي لا انا شايف ان هو لا بجد تعويض كبير جدا من ربنا المجهودات كبيره جدا حصلت مش نتيجه صدفه اللي وصله الاهلي بيخطط بشكل كويس بيشتغل اللعيبه كلها والاجهزه الفنيه واللجنه التخطيط والكابتن خطيب لا في شغل على اعلى مستوى صحيح. شغل يعني الناس كلها بتربط الكره او ركله الجزاء اللي اضعها اطهر الطاهر ان دي حظ النادي الاهلي لكن لا مش هي دي بس يعني انا شايف انه دي نقطة انطلاقة يعني هو كان النادي الأهلي فعلا كان ممكن يخش أو يخرج بره البطولة يخرج يعني بالشكل مش كويس لكن من الأندية الكبيرة هي اللي بتقدر أو النادي الأهلي تحديدا هو اللي بيقدر يستفاد من أنصاف الفرص وبيقدر يحولها من حاجة يعني بيحول المستحيل لواقع وبيبدأ حلو بيحول المستحيل لواقع حلو لواقع حقيقي هو داخل عليه ولإنجاز هو بيطمح له فأنا شايف النادي الأهلي ما عندوش أي مستحيل خالص في أي لحظة بيقدر يحقق اللي هو بيتمناه واكتر يعني. انا كان عندي اسئله ثانيه بس مش عارفه النهارده في حاجه، الوقت بيجري يعني الانترو جري مني بسرعه وحتى الفقره اللي قبل دي ما حسيتش بالوقت فقره حضرتك طبعا كابتن احمد بس اكيد لينا لقاء ثاني يعني ده مكانك وده بيتك اكيد يشرفني يعني. يشرفني شكرا انا سعيد جدا كنت مع حضرتك النهارده يعني. وانا والله كالعاده يعني شكرا ربنا يبارك بشكر حضراتكم كمان على متابعتي النهارده وبكره ان شاء الله نشوفكم انا وكريم وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي مع السلامه.